مساء الخير على حضراتكم، اهلا بيكم ابطال رابعه ابتدائي. ميعادنا دلوقتي مع حل نماذج التوجيه لماده المهارات المهنيه ليله الامتحان. يا ريت كلنا نشارك مع بعض في التعليقات بالاجابات، مهم جدا ان الطالب بيجاوب كانك في الامتحان بالظبط عشان تعرف انت فاهم ولا لا، وفي نفس الوقت نديك فرصه ان انت تعرف الاجابه الصحيحه. تمام، كله جاهز يا جماعه؟ نبدا مع بعض. معانا أول مجموعة أسئلة اللي هي بتتكلم، خلينا قبل ما نبدأ نقول إن الامتحان بيتكون من المفروض 15 سؤال، كل سؤال بيبقى عليه درجتين. أول سؤال بيبقى صح أم خطأ، ضع علامة صح أم خطأ من كل نقطة في السؤال ده عليه درجتين. السؤال رقم واحد بيقول: يجب أن تحتوي الوجبة الغذائية المتوازنة على المشروبات الغازية، سوري، المشروبات الغذائية. المشروبات الغذائية، هو ما قالش هنا المشروبات الغازية، بيقول المشروبات الغذائية. فطبعاً إجابة إيه؟ يا ريت كل الناس تشارك معانا. يجب أن تحتوي الوجبة الغذائية على الوجبة الغذائية على المشروبات الغذائية. خلي بالك في فرق ما بين المشروبات الغذائية والمشروبات الغازية. فطبعا برافو عليك، هنا ايه الإجابة ايه صحيحة، برافو على كل الناس اللي بتشارك. رقم اتنين: تعتبر الدهون من مصادر الحصول على الطاقة. احنا قلنا احنا طبعا قسمنا الأغذية لمجموعة الطاقة ومجموعة البناء والحاجات دي كلها، فقلنا ان في مواد غذائيه طبعا تعتبر من مصادر الحصول على الطاقه، فيا ترى الدهون كان منها ولا لا؟ تعتبر الدهون من مصادر الحصول على الطاقه، برافو عليكم، تمام صح برضو، اجابه صحيحه. يحتوي النظام الغذائي الصحي للاطفال على الكثير من الدهون. يحتوي النظام الصحي للاطفال، يحتوي، هل يحتوي على الكثير من الدهون؟ يعني انت كطفل مثلا عنده 5 6 سنين او 3 سنين، هل المفروض ياكل دهون كتير؟ في حاجات فيها دهون كتير؟ برافو عليك، طبعا دي خطأ، خطأ وخطر جدا ان هو ياكل دهون كتير. طبعا الاطعمة المقلية رقم 4: الاطعمة المقلية صحية اكثر من الاطعمة المشوية. يعني لما نقلف الزيت المتحمر، وممكن نستخدم الزيت كذا مرة، هل ده صحي اكتر من ان احنا نحط الحاجة في الفرن ونشويها او نشويها على الفحم؟ طبعا ايه، برافو عليكم، طبعا العباره خاطئه، لان الاطعمه المشويه صحيه اكتر من الاطعمه المقليه. طيب رقم 5: يتم اضافه الليمون للشراب الصناعي لحمايته من العفن والبكتيريا. هل بيتم اضافه الليمون للشراب الصناعي لحمايته من العفن والبكتيريا؟ احنا خدنا طريقه عمل المربى، وقلنا ان احنا بنضيف الليمون على المربى لما بنيجي نعملها عشان تتحفظ كويس. هل ده كده العباره دي صحيحه عشان يحميها من العفن والبكتيريا؟ طبعا العباره خاطئه، برافو عليكم. ليه بقى؟ لان احنا كنا بنتكلم عن الشراب الصناعي الطبيعي، لكن هنا بيقول لك الشراب الصناعي. الشراب الصناعي بيحط له ايه عشان يحميه؟ بيحط له مواد حافظه، بيحط له ايه؟ مواد حافظه، ما بيحطلوش الليمون. احنا اللي بنحط الليمون في الشراب الطبيعي. لو حبينا نحفظه يعني في التلاجة شوية، زي مثلا المربى كده، هو المربى مش شراب لكن أي حاجة نقدر نحفظها باستخدام الليمون. يبقى هنا إيه؟ العبارة هنا دي إيه؟ طبعا عبارة خاطئة. طيب وكمان خلي بالكم، قلنا كمان برضو في الجزئية دي ان هو بيسخن العصير دوت لدرجة حرارة عالية عشان يقضي على العفن والبكتيريا، تمام، لكن ما قلناش ان هو بيضيف ايه، بيضيف الليمون. يبقى هنا العبارة رقم 5 عبارة خاطئة. رقم 6: الشراب الصناعي يحتوي على نسبة عالية من السكر مقارنة بالشراب الطبيعي. يعني انهي واحد فيهم اللي بيحتوي على نسبة سكر اعلى، يا ترى الطبيعي ولا الصناعي؟ تمام، برافو عليكم، صح كده. الشراب الصناعي بيحتوي على نسبة عالية من السكر، اللي هو ان هو بيتكون من ايه؟ من مية وسكر وبعض الالوان الصناعية وطعم وريحة الايه؟ الحاجة النكهة اللي هي الطبيعية اللي احنا اللي هم عايزين يحطوها. تمام، رقم 7: يستخدم الكريم المطهر في الاسعافات الاولية لتثبيت الرباط على الجرح. الكريم المطهر في ساعة لتثبيت الرباط على الجرح،
بنستخدم، هل بنستخدم الكريم المطهر في الإسعافات الأولية لتثبيت الرباط على الجرح، صح أم خطأ؟ تمام، برافو عليكم. طبعا عبارة إيه؟ العبارة خاطئة. ليه بقى؟ لأن طبعا إحنا مش بنستخدم للتثبيت، إحنا مش بنستخدمه عشان نطهر الجرح، لكن لما بنستخدم التثبيت لإيه؟ الرباط الضاغط مثلا أو الشاش لتثبيت الإيه؟ لتثبيت مثلا القطنة اللي موجودة على الجرح وكده. لكن احنا بنستخدم الكريم المطهر للتطهير، لكن مش لتثبيت الرباط على الجرح. رقم 8، استخدام الاسعافات الاوليه في حالات الحروق امر ضروري. استخدام الاسعافات الاوليه في حالات الحروق امر، احب اقول حاجه بس كده قبل ما اكمل، احب اقول ان الاسئله دي احنا فعلا بالفعل حليناها مع بعض لما نشرت لكم اسئله الوزاره، وقلت لكم ان دي اسئله الوزاره في المهارات المهنيه، وعملنا فيها بس مباشر، هي نفس الاسئله. الناس لو تفتكر معايا نفس الأسئلة اللي أنا شرطها من حوالي أسبوعين، وقلت يا جماعة دي أسئلة الوزارة، قبل ما في أي حاجة تنزل إحنا كنا منزلين الأسئلة دي بالفعل، حتى أسئلة الدراسات الاجتماعية برضو كنا منزلينها من وزارة التربية والتعليم، بس هي كل اللي حصل فيها إعادة ترتيبها بس مش أكتر، تم إعادة ترتيبها من التوجيه فقط لا غير، لكن إحنا كنا منزلين فعلا بالفعل الأسئلة دي قبل الامتحان بفترات طويلة. طيب ناخد رقم 8، استخدام الاسعافات الاوليه في حالات الحروق، في حالات الحروق امر ضروري. الاسعافات الاوليه في حاله حالات الحروق امر ضروري. الاسعافات طبعا الاسعافات الاوليه في حاله الحروق مهم جدا طبعا، او في اي حاجه تانية، لكن في الحالات الخطيره مش صح ان احنا نستخدمها في الحالات الخطيره، خلي بالك. يعني استخدام الاسعافات الاوليه في حالات الحروق العادية أمر ضروري، لكن طالما هو سابها لك كده عايمة يبقى استخدام الإسعافات الأولية في حالات الحروق أمر مش ضروري، مش لازم إن احنا نستعمل الإسعافات الأولية خالص في الحروق لأن فيها خطر جدا علينا، فالعبارة دي هتبقى خطأ مش صح. لكن لو قال لك في حالات الحروق من الدرجة الأولى أو في حالات الحروق البسيطة ماشي، يبقى هنعمل نحط كريم والكلام ده كله، لكن في حالات الحروق عموما أو في حالات الحروق الخطيرة ممنوع استخدام اي حاجه خالص غير في المستشفى، لان خطر جدا ان احنا نحط اي حاجه ومش متاكدين منها. يبقى هنا عباره 8 دي عباره ايه؟ عباره خاطئه، الا اذا هو قال ايه؟ زي ما قلنا قال ان هي من الدرجه الاولى وحروق بسيطه. رقم 9، عند الطهي يجب ان تكون مقابض الاواني بعيده عن طرف البوتاجاز. المقابض بالاواني تكون بعيده عن طرف البوتاجاز، صح ام خطا؟ اسأل ماما بقى هتقول لك. طبعا برافو عليكم، اجابه العباره ايه؟ العباره صحيحه، عشان طبعا نمنع ما تكونش عن طرف البوتاجاز، نمنع ان احنا ان هي تقع او ان احنا نغبط فيها فتسبب لنا مشكله. تمام، رقم 10، بفضل استعمال الاواني ذات الطلاء غير اللاصق حتى لا يلتصق الطعام بها. بفضل استعمال الاواني او سوري، يفضل بقى هنا في بس نقطه، يفضل استعمال الاواني ذات الطلاء غير اللاصق حتى لا يلتصق الطعام بها. هل ده يفضل يا اولاد؟ لا، يفضل استعمال الاواني ذات الطلاء غير اللاصق حتى لا يلتصق الطعام بها. اجابه هنا الاجابه صح ام خطا؟ الجزئيه دي مهمه، ركزوا معايا بقى في النقطه دي. هو هنا بيقول لك يفضل استعمال الاواني ذات لو قال لك يفضل استعمال الاواني ذات الطلاء غير اللاصق بس يبقى العباره خطا، لكن حتى لا يلتصق الطعام بها يبقى العباره صح. ازاي بقى؟ لان احنا هو اللي عايز طبعا مش عايز الطعام يلزق في الحله، فهيستخدم اواني ذات الطلاء غير اللاصق. تمام، لان هو السبب ايه؟ هو عايز يقول لك ان احنا عشان الاكل ما يلزقش في الحله فبنستعمل الاواني دي، صح ولا غلط؟ اه صح. ليه؟ لان الاواني غير اللاصق ذات الطلاء غير اللاصق لا يلتصق بها الطعام، يبقى لو احنا عايزين لا يلتصق بها الطعام يبقى نستخدم ذات الطلاء غير اللاصق. يبقى يفضل استعمال الاواني ذات الطلاء غير اللاصق حتى لا يلتصق بها الطعام، عباره ايه؟ صحيحه. ابقاء اللحوم والالبان لفتره طويله بالثلاجه لا يؤثر على صلاحيتها. ابقاء اللحوم والالبان لفتره طويله بالثلاجه لا يؤثر على صلاحيتها، هل ده صحيح ولا خطا؟ رقم 11، ابقاء اللحوم والالبان لفتره طويله بالثلاجه لا يؤثر على صلاحيتها.
برافو عليكم. طبعا العبارة خطأ. ليه بقى؟ لأن كل حاجة بيبقى لها صلاحية حتى لو اتحطت في التلاجة. يعني اللحوم بيبقى لها صلاحية معينة، السمك بيبقى ليه أقل صلاحية، يعني السمك المفروض ما يتخزنش في التلاجة أكتر من 3 أسابيع أو شهر بالكتير. اللحوم ممكن تمتد مثلا لخمس شهور أو ست شهور، الفراخ 4 شهور تقريبا. فكل حاجة، الألبان نفس القصة برضو، ما تتعداش يعني، غير لما تكون مبسترة مثلا او حصل لها بسترة ممكن تكمل 6 شهور او 7 شهور بالعافية، ما تنفعش تقعد اكتر من كده. فطبعا عبارة هنا خاطئة، يؤثر طبعا على صحتها لان كل حاجة بيبقى لها صلاحية. رقم 12، يساعدنا شرب 8 اكواب من الماء يوميا على التخلص من السموم. يساعدنا شرب 8 اكواب من الماء على التخلص من السموم. برافو عليكم، طبعا عبارة صحيحة. رقم 13، الكربوهيدرات أحد العناصر الغذائية التي تزودنا بالطاقة التي نحتاجها. الكربوهيدرات أحد العناصر الغذائية التي تزودنا بالطاقة التي نحتاج بها. صح أم خطأ؟ هل دي من مجموعة الطاقة ولا مش من مجموعة الطاقة؟ افتكروا معايا اهو، احنا قلنا دي مجموعة الطاقة اهي، قلنا عليها مجموعة الطاقة، الكربوهيدرات والدهون، دي طبعا من مجموعة الايه؟ مجموعة الطاقة. طب رقم 14، للوقاية من الأمراض نحرص على تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات المتنوعة. احنا قلنا مجموعة الوقاية طبعا الفيتامينات، تمام، ومضادات الأكسدة، تمام، برافو عليكم، يبقى العبارة دي ايه؟ صحيحة. رقم 15، يعتبر الكالسيوم من الأملاح المعدنية الضرورية للمحافظة على صحة العظام والأسنان. الكالسيوم هل يعتبر من الأملاح المعدنية للمحافظة على صحة الأسنان، العظام والأسنان؟ برافو عليكم، طبعا عبارة ايه؟ عبارة صحيحة، لأن الكالسيوم مهم جدا للعظم. الشراب الصناعي هو مزيج من الماء والسكر وعصير الفاكهة الطبيعي. هل ده صحيح؟ هل الشراب الصناعي ده مزيج من الماء والسكر وعصير الفاكهة الطبيعي؟ برافو عليكم، طبعا خطأ، لأن هي قلنا مزيج من الماء والسكر ومكسبات الطعم والرائحة والحاجات دي كلها، ملوش علاقة بإيه؟ بعصير الفاكهة الطبيعي. رقم 17، نستخدم المعالق المسطحة المصنوعة من السيليكون لأنه لاصق وغير مرن. لأنه لاصق وغير مرن، يعني مش مفهومة صح؟ يعني ايه لاصق وغير مرن؟ نستخدم المعالق المسطحة المصنوعة من السيليكون لأنه لاصق وغير ايه؟ وغير مرن. طبعا خطأ جدا، لأن هو مرن جدا، لأنه ده مرن وسهل الاستعمال، وطبعا ما يجرحش، طبعا لا يخدش الايه؟ لا يخدش الأواني. فهنا عبارة خاطئة، تستخدم المعالق المسطحة المصنوعة من السيليكون لأنه لاصق وغير مرن، دي عبارة خاطئة. إضافة المواد الحافظة للشراب الصناعي تحميه من العفن والبكتيريا. افتكروا معايا كويس جدا، إضافة الشراب الصناعي للعصير، إضافة سوري إضافة المواد الحافظة للعصير، أهو إحنا رجعنا الشراب الطبيعي والشراب الصناعي تاني، أهو أهو قلنا أهو، يتكون من السكر والماء ونكهات والوان صناعيه ويسخن الى درجات حراره عاليه للقضاء على البكتيريا، بدرجات حراره عاليه للقضاء على البكتيريا، تمام، ويضاف مواد حافظه لحمايته من العفن وليدوم لوقت اطول دون ان يفسد، تمام. يبقى هنا ايه؟ اضافه المواد الحافظه للشراب الصناعي تحميه من العفن والبكتيريا. هنقول هو هنا في خطأ في السؤال، طبعا المفروض تحميه من العفن بس، صح ولا ايه؟ لو قال لنا تحميه من العفن ومن العفن فقط، يبقى هنا ايه العبارة صحيحة ولا خطأ، ولا من العفن والبكتيريا؟ تمام، هما طبعا العفن والبكتيريا مرتبطين ببعض، فهنا العبارة دي ايه؟ عبارة صحيحة طالما فيها مواد ايه؟ مواد حافظة. التحمير بالزيت يجعل الطعام دهنيا وغير صحي.
تمام، برافو عليك. طبعا العبارة صحيحة 100%. نيجي بعد كده لأخطر، العبارة الصحيحة معانا 20 سؤال. كام سؤال؟ 20 سؤال. وبعد كده معانا 20 سؤال تاني أكمل، ومعانا برضه حوالي 20 سؤال توصيل وكده. نكمل مع بعض. اختر الضمادات اللاصقة، تستخدم لإيه بقى؟ لف الالتواءات، تضميد الجروح، تخفيف الآلام، لمعالجة الجروح. الضمادات اللاصقة، تمام، برافو عليكم. ايه تمام، كل الناس اللي بتجاوب معايا تمام. طبعا لتضميد الجروح، تضميد الجروح. رقم 2، شرب 8 اكواب من الماء يوميا يساعد على طرد ايه من الجسم؟ برافو عليكم. طبعا قلناها، طبعا طرد السموم من الجسم. نحتاج الى نقط الحفاظ على صحة العظام والاسنان، لسه قايلينها. تمام، برافو كل الناس اللي قالت الكالسيوم. تحتوي الوجبات السريعة على كميات كبيرة من ايه بقى؟ الوجبات السريعة تحتوي على كميات كبيرة من الدهون ولا الفيتامينات ولا الكربوهيدرات ولا المعادن؟ طبعا المعادن والكربوهيدرات والفيتامينات دي حاجات مفيدة 100%، لكن هي دي بتحتوي على ايه؟ برافو عليكم، كميات كبيرة من الدهون. يعتبر نقط من الوجبات السريعة الصحية الترمس، البطاطس المقلية، الدجاج المقلي، الحلوى. وجبات سريعة صحية، طبعا الحلوى هنا مش صحية، والمقلي دجاج مقلي طبعا لا، برضه البطاطس المقلية برضه مش لا، يبقى هنا ايه؟ الترمس. الترمس ايه؟ وجبة سريعة كده، ودي تعتبر ايه؟ صحية. الطعام الصحي رقم 6، الطعام الصحي هو الطعام الذي يحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات، النشويات، السكريات، الدهون. طبعا الطعام الصحي هو اللي يحتوي على كميات كبيره من ايه؟ طبعا مش الدهون ولا السكريات. تمام، النشويات، لان طبعا النشويات هي ايه؟ هي تعتبر قاعده الهرم الغذائي، اهم حاجه بالنسبه للجسم، اهم حاجه بالنسبه للجسم. طيب، وطبعا بيجي بعدها الفيتامينات. السبب الرئيسي في فساد الطعام هو الخل، البكتيريا والعفن، الماء، الملح. طعام بيفسد نتيجة ايه؟ سهلة دي، برافو عليكم، نتيجة البكتيريا والعفن. كل الناس اللي بتجاوب تمام قوي. طيب، رقم 8، المشروبات نقط غنية بالفيتامينات لأنها تحتوي على الفاكهة. المشروبات الغازية ولا الصناعية والمعلبة ولا الطبيعية؟ طبعا برافو عليكم. طبعا الغنيه بالفيتامينات لا تحتوي على الفاكهه، طالما تحتوي على الفاكهه بقى ايه؟ مشروبات ايه؟ تمام، الطبيعيه. رقم 9، يعتبر الارز والبطاطس من ايه؟ السكريات ولا النشويات ولا الفيتامينات ولا الماء؟ طبعا سهله جدا دي، قلنا ان البطاطس والارز يحتوي على النشويات. تمام، الاواني المصنوعه من ايه؟ خفيفه الوزن وتدوم لفتره طويله. يا ترى الاواني المصنوعه من الالومنيوم ولا البلاستيك ولا الستانلس ولا السيليكون؟ خفيفه الوزن وتدوم لفترات طويله. طبعا قلناها قبل كده ان طبعا الستانلس هو افضل الانواع، لان هي تعتبر ايه؟ بتدوم لفتره طويله جدا وما بتتفاعلش مع الطعام. رقم 11، لاخماد الحريق الناتج عن الزيت يجب استخدام بنزين، ماء نقي، زيت ولا بيكربونات الصوديوم؟ لإخماد الحريق الناتج عن الزيت، يجب استخدام ايه؟ بنزين ولا ماء نقي ولا زيت برضو ولا بيكربونات الصوديوم؟ ناخدها واحدة واحدة كده مع بعض. أول حاجة طبعا البنزين ده بيزود النار، ده بنزين. الماء قلنا إن المية طبعا المية بتعمل ايه؟ بتزود النار على لو حطيناها على الزيت، قلناها قبل كده، ولو حطينا زيت طبعا هيزيد اكتر النار. لكن بيكربونات الصوديوم هي الاجابه الصحيحه. ليه؟ لان بيكربونات الصوديوم لما بتتعرض لدرجه حراره عاليه بتنتج ثاني اكسيد الكربون، اللي هو بيبقى موجود اصلا في طفايات الحريق. يعني لو عندك بيكنج صودا في البيت، اللي هو بتاعه اللي بنعمل بيها المعجنات وكده، الفطير والحاجات دي والكيكه والكلام ده كله، ورشيتها على النار شويه، اول ما تسخن تبتدي تطلع ثاني اكسيد الكربون، تبتدي تطفي النار. فهنا بيكربونات الصوديوم بنستخدمها لاطفاء الحريق. لو احنا الطالب ما عندوش المعلومه دي، بمنتهى البساطه بيشوف الاختيارات كلها ويلاقي نفسه ان كل الاختيارات مش مناسبه
لكن الحاجة اللي هو مش عارفها أصلا هي اللي مناسبة. فالبنزين طبعا يعني بديهي جدا ان هو يزود النار، المية قلنا عارفينها ان هي بتزود النار على البنزين، والزيت طبعا اكيد هيزود النار. رقم 12، نقط من الاملاح المعدنية الضرورية للمحافظة على صحة العظام والاسنان، قلناها دي قبل كده برضو، السؤال ده قلناه للحفاظ على صحة العظام والاسنان، قلنا اللي هو ايه، برافو عليكم، الكالسيوم. رقم 13، احرص عند اعداد الشراب الصناعي على إضافة السكر عندما يكون الشراب باردا ولا دافئا ولا ساخنا ولا معقما. يعني احنا دلوقتي لما بنعمل شراب صناعي بنحط السكر امتى؟ عندما يكون الشراب ايه، بارد ولا دافئ ولا ساخن ولا معقم. تمام، اجابتكم ايه؟ طبعا لما يكون الشراب ايه، ساخنا، عشان طبعا يسيح السكر بسهوله طبعا، والدرجه الحراره دي بتقضي على العفن والبكتيريا. رقم 14، تحتوي نقط على كميات كبيره من الدهون التي تؤثر على نظامنا الغذائي، الوجبات السريعه ولا البقوليات ولا الوجبات الصحيه ولا الخضروات. ايه اللي بيحتوي على نسبه كبيره من الدهون؟ طبعا برافو عليكم، طبعا اللي هي ايه، الوجبات السريعه. الوجبات السريعه. من مميزات المقلاه المصنوعه من الالومنيوم، البقلة اللي بنصنعها من الألومنيوم ثمنها رخيص، لونها واحد، ثمنها غالي، ثمنها رخيص، لونها واحد، تتفاعل مع الأطعمة. إيه المميزات بتاعتها بقى؟ مش الأضرار، المميزات بتاعة الألومنيوم. طبعا إن ثمنها إيه؟ ثمنها رخيص، دي المميزات بتاعتها. السبب الرئيسي في فساد الأطعمة، الماء ولا برودة الجو ولا البكتيريا ولا نظافة الأواني؟ السبب الرئيسي في فساد الأطعمة. تمام، طبعا معروفة جدا، مش الماء ولا برودة الجو ولا نظافة الأواني، طبعا الايه، البكتيريا هي المسؤولة عن فساد الأطعمة. رقم 17، لكي يكون النظام الغذائي متوازنا يجب أن يحتوي على كميات كبيرة من ايه، عشان يكون متوازن طبعا لازم يكون كميات كبيرة، برافو عليكم، من الفيتامينز، مش من الدهون ولا السكريات ولا الزيوت، اكيد من الايه، الفيتامينات. من طرق الطهي غير الصحية، غير الصحية، الشوي ولا السلق ولا القلي ولا الإعداد على البخار. طبعا نلاحظ إن الإعداد على البخار دوت ما بياخدش زيت، يعني كأنك بتسلقه بس الطريقة جميلة كده. وطبعا السلق ما فيهوش زيت ولا دهون، والشوي نفس القصة، يبقى أكيد الإيه، طرق الطهي غير الصحية زي الإيه، برافو عليكم، القلي. رقم 19، الطعام قد نقط استرق لفترة طويلة داخل الثلاجة، قد يقل ولا ينضج ولا يتعفن ولا لا يتغير. طبعا ايه، سهلة جدا دي، اللي هي ايه، طبعا قد يتعفن، استرك لفترة طويلة داخل الثلاجة، لانه طبعا على الرغم من درجة الحرارة الباردة، بس طبعا كل حاجة زي ما قلنا ليها صلاحية محددة، ما بتستمرش طول، هو بيقول لك هنا لفترة طويل، لو قال لك لفترة قصيرة او لبعض الوقت يبقى لا يتغير. رقم 20، أواني الطهي المصنوعة من نقط تتفاعل مع الأطعمة الحمضية، يا ترى السيليكون اللي بتتفاعل مع الأطعمة الحمضية، يا ترى السيليكون ولا الستانلس ستيل ولا الألمونيوم ولا مواد غير لاصقة اللي بتتفاعل مع الأطعمة الحمضية؟ طبعا برافو عليكم، الناس كلها جاوبت الإجابة دي صحيحة. ولو تحبوا تفتكروا نجيب لكم الجزء بتاعها، ادي هنا اهو، السلامة في المطبخ اهو، الالومنيوم، احنا قلنا الالومنيوم يتفاعل مع الأطعمة الحمضية اهو، لان بتتسرب جزيئات الالومنيوم في الطعام، يبقى هنا الاجابة الصحيحة بتاعتنا ايه، الالومنيوم. طيب ده السؤال التاني، نخش بقى على السؤال بتاع اكمل، اللي هو اللي بيبقى فيه صعوبة شوية. يجب ممارسة نقط يوميا للحفاظ على صحتنا، بس دي سهلة، ممارسة ايه؟ برافو عليكم، ممارسة الرياضة. يجب ممارسة الرياضة يوميا للحفاظ على صحتنا. يحتاج الجسم نقط لمساعدته على مقاومة الأمراض. طبعا خلي بالكم، مجموعة الوقاية، قلنا ايه هي؟ الوقاية، احنا قلنا ثلاث مجموعات، الوقاية والبناء تمام والطاقة. مجموعة الايه؟ مجموعة الوقاية اللي هي الايه، الفيتامينز او الفيتامينات. يحتاج الجسم للفيتامينات لمساعدته على مقاومة الامراض.
نجد الدهون الصحية في ايه؟ الدهون الصحية نلاقيها فين؟ تمام؟ الدهون الصحية طبعا بتبقى موجودة في، برافو عليكم، فين؟ في المكسرات. يحتوي السمك على فيتامين ايه؟ السمك هو فعلا بيحتوي على فيتامين ايه؟ يحتوي على فيتامين ايه؟ الحديد عنصر مهم لايه بقى؟ الحديد عنصر مهم، برافو، لتقوية الدم، لان عشان خاطر موضوع انيميا الحديد. تعتبر الوجبات نقط طعاما غير صحي، طبعا الوجبات اللي هي ايه؟ برافو عليكم، طبعا الوجبات السريعة. يجب تناول عصير الفاكهة الطبيعي بدل من المشروبات. المشروبات ايه؟ عصير الفاكهة بدل المشروبات الايه؟ ممكن اقول حاجتين، بدل من المشروبات الصناعية او المشروبات الغازية. بدل من المشروبات الغازية يجب تناول عصير الفاكهة الطبيعي بدل من المشروبات الغازية. رقم 8، السبب الرئيسي في فساد الأطعمة. طبعا قلناها دي كذا مرة، برافو عليكم، قلناها كذا مرة، ايه؟ البكتيريا والفطريات. يتم تسخين الشراب الى درجة حرارة مرتفعة للقضاء على ايه؟ لسه هو لسه بنقولها، للقضاء على، تمام، قضاء على البكتيريا. رقم 10، من عيوب اواني الطلاء غير اللاصقة، انها قد تكون ايه بقى؟ عند خدش الطلاء، برافو عليكم، طبعا قد تكون سامة، قد تتحول الى مواد سامة. من عيوب اواني الطلاء غير اللاصقة انها قد تكون سامة عند خدش الطلاء. بتابع كل الناس اللي بتجاوب اهو، بتابع كل الناس اللي بتجاوب، برافو عليكم، كله ظاهر عندي هنا في على البث المباشر. ليس من الامان مساعدة الاشخاص المصابة بحالات ايه؟ لسه قايلينها، الحالات الوحيدة اللي هي ما ينفعش ان انا اتدخل فيها لو كانت خطيرة، اللي هي حالات الحروق، صح كده؟ حالات الحروق. رقم 12، يجب الا نقط اي مصباح كهربي عند وجود تسريب للغاز الطبيعي. لما يكون في تسريب للغاز الطبيعي المفروض ان انا ما اعملش ايه؟ اشعال اي مصباح كهربي او اضاءة، يجب الا اشعال او الا اضيء او اشعل اي مصباح كهربي، يجب الا نضيء اي مصباح كهربي عند وجود تسريب للغاز الطبيعي. رقم 13، يحتاج نقط خاصة لوجبات غذائية متوازنة غنية بالعناصر الغذائية لتساعد اجسامهم على النمو. مين دول اللي عايزينهم ينمو؟ تمام، يحتاج مين لوجبات غذائية متوازنة؟ طبعا الأطفال، يحتاج الأطفال لوجبات غذائية متوازنة غنية بالعناصر الغذائية لتساعد أجسامهم على النمو. رقم 14، الشراب الطبيعي هو مزيج من الماء والسكر وعصير. إيه الطبيعي؟ الشراب الطبيعي هو مزيج من الماء والسكر، تمام، وعصير الفاكهة الطبيعي، صح كده؟ وعصير الفاكهة الطبيعي، لان بتبقى طبعا عصير طبيعي فاكهه بنحط عليه شويه، نزود ميه وسكر عشان يدي حلاوه شويه. رقم 15، من الممكن ان تتفاعل المقلاه المصنوعه من الالومنيوم مع الاطعمه نقط عند التعرض لدرجات الحراره العاليه. من الممكن تتفاعل المقلاه المصنوعه من الالومنيوم مع الاطعمه الايه؟ تمام، لسه قايلينها من شويه، طبعا الاطعمه الايه، برافو عليكم، الاطعمه الحمضيه. عند حدوث تسرب للغاز الطبيعي في المنزل، علينا اتصال برقم كام؟ افتكروا معايا بسرعة، 129، تمام. رقم 17، طريقة نقط الطعام من طرق الطهي غير الصحية. طرق الطهي غير الصحية زي طريقة ايه؟ قلي الطعام، طريقة القلي او طريقة قلي الطعام من الطرق الطهي غير الصحية. الترمس من الوجبات الخفيفة الذي يحتوي على نسبة عالية من ايه؟ الترمس بيحتوي على نسبة عالية من ايه؟ من الوجبات الخفيفة اللي بيحتوي على نسبة عالية من ايه؟ من انهي عنصر؟ تمام، برافو، طبعا من البروتين. اللبن البقري اخف واسهل في الهضم من اللبن، طبعا من اللبن الايه؟ الجاموسي، لان اللبن الجاموسي بيبقى تقيل فعلا، بيبقى فيه دهون اكتر، لكنه طبعا اللبن الجاموسي بيبقى زي ما تقول كده، بيبقى فيه دهون اكتر، فهو بيبقى فيه عناصر غذائيه شويه افضل، بس لما تكون شباب يعني، لما تكون يعني، لكن كبار سن او اطفال الافضل اللبن البقري.
تمام. لكن لبن الجاموس طبعا بيحتوي على نسبة ايه دهون اعلى شوية من اللبن البقري، عشان كده تلاقي السمن البلد اللي بيستخرج من اللبن الجاموسي بيبقى اكتر، بيبقى يعني دسم اكتر من اللبن البقري. السبب الرئيسي لفساد الأطعمة البكتيريا والايه، وطبعا البكتيريا والفطريات، بكتيريا والفطريات زي فطريات العفن وكده. تمام كده نكون خلصنا السؤال ده، فاضل لنا نوعين من الأسئلة، توصيل وأسئلة مباشرة يعني. طيب السؤال قدامكم كده دقيقة واحدة، بص عليه بسرعة عشان هنجاوبها على طول. تبقى مكونة من 5 نقط. الشراب الطبيعي غني بالفيتامينات والأملاح المعدنية. طبعا ايه؟ ليه بقى؟ لأنه يحتوي على الفاكهة. مقلاة الألمونيوم قد تتفاعل مع الأطعمة الحمضية. طبعا برافو ليه؟ عند التعرج لدرجة حرارة عالية. الخضروات والفواكه تصبح لينة وتظهر عليها بقع داكنة. امتى؟ استركتها خارج الثلاجة لفترات طويلة. يحتاج الأطفال إلى وجبات غذائية متوازنة غنية بالعناصر الغذائية. طبعا ليه بقى؟ لمساعدة أجسامهم على النمو. غالبا ما تكون نسبة الفيتامينات والأملاح المعدنية منخفضة. فين؟ في الوجبات السريعة. تمام كده؟ السؤال ده لذيذ جدا اهو، كل المعلومات احنا خدناها قبل كده في الأسئلة اللي فاتت. طيب السؤال اللي بعده، إذا كان السكر المستخدم في صناعة الشراب غير نظيف، إيه بقى؟ طبعا إيه؟ فإن لون الشراب يبدو داكنا، يبان اللي هو لون العصير بيبقى إيه؟ لونه داكن. رقم 2، نستخدم الأواني المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدى، اللي هو زي الستانلس. تمام؟ ليه؟ لأنه لا يتفاعل مع الأطعمة الحمضية. يجب تجنب طهي الخضروات لفترات طويلة. ليه بقى؟ لأن طبعا طهي الخضروات لفترات طويلة بيعمل إيه؟ بيقلل من العناصر الغذائية المتوفرة فيها. تعد عملية الخبز أو الخبز أو الشوي أو التحمير في الفرن، الخبز مش الخبز بقى، عملية الخبز أو الشوي أو التحمير في الفرن طبعا طرقا صحية لطهي اللحوم. السؤال اللي بعده، من المكونات المهمة في حقيبة الإسعافات الأولية. طبعا دي معروفة اهو، الضمادات اللاصقة والضمادات الضاغطة. غادر المنزل فورا ولا تضيء أي مصابيح كهربائية. امتى بقى؟ تمام برافو عليكم، إذا كان هناك تسرب غاز. عند إعداد الشراب الصناعي يجب تسخينه عند درجة حرارة مرتفعة. ليه بسرعة ليه؟ للقضاء على البكتيريا. تمام، إيصال عدة أجهزة كهربية في سلك مشترك واحد، إيه اللي بيحصل؟ ممكن يحصل إيه؟ يمكن أن ينتج عنه اشتعال وحريق. خلي بالكوا، عدة أجهزة في مشترك سلك مشترك واحد ممكن يسخن ويحترق، فده خطر جدا. في حالة الإصابات الخطيرة عليك الاتصال برقم 123، إمتى؟ المخصص ليه؟ لخدمة الإسعاف. فكر ثم أجب. سؤال مهم جدا في 15 نقطة. اكتب 3 من العناصر الأساسية التي يجب أن تتضمنها حقيبة الإسعافات الأولية. الإسعافات الأولية لازم يبقى فيها إيه؟ 3 حاجات. قول 3 حاجات. ضمادات طبعا، الشرائط اللاصقة، المطهر، كريم المطهر، الرباط ضاغط، الحاجات دي كلها اللي احنا عارفينها، صح كده؟ طب سؤال رقم 2، كم عدد أكواب الماء
التي يجب ان نتوانى في اليوم. نتوانى ناكل، المفروض نشرب كم كوب ماء؟ طبعا برافو عليكم، 8 اكواب ماء، يجب ان نتناول 8 اكواب من الماء. ما الفائده من وضع مخطط مسبق لوجباتنا الغذائيه؟ ايه الفائده؟ ان احنا نخطط احنا هناكل ايه؟ ايه الفايده؟ طبعا للحفاظ على صحتنا، تمام؟ ولتناول كل العناصر الغذائيه المفيده. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لما احط مخطط ان انا اكل الوجبه دي كذا والوجبه دي كذا والوجبه دي كذا، فطبيعي ان انا هختار ان انا كل وجبه اكل حاجه مختلفه، وكل مره اشوف العناصر الغذائيه اللي انا ما اخدتهاش واخدها في الوجبه اللي بعدها. فطبعا ايه؟ الحصول على كل العناصر الغذائيه في وجباتنا اليوميه لصحه افضل. ما العناصر الغذائيه المشترك المتوفره في اللبن والبيض واللحم المشتركه؟ العناصر الغذائيه المشتركه الموجوده في اللبن والبيض واللحم طبعا البروتينات. طبعا الايه؟ البروتينات هي العناصر من العناصر الغذائيه المشتركه في اللبن والبيض واللحم، وكمان برضو الكالسيوم، الفيتامينز والكالسيوم، الفيتامينات سوري والكالسيوم، سوري البروتين والكالسيوم، معلش حقك عليا شكلها هيست كده شويه. العناصر الغذائيه المشتركه المتوفره في اللبن والبيض واللحم طبعا البروتين والكالسيوم. ما المنتجات الغذائيه المصنوعه من اللبن؟ المنتجات الغذائيه المصنوعه من اللبن، طبعا المنتجات الغذائيه المصنوعه من اللبن معروفه، في عندك الزبادي، في عندك الجبن، في عندك السمن، كل ده منتجات غذائية مصنوعة من اللبن، تمام؟ لماذا تكون الوجبات السريعة مضرة؟ ليه الوجبات السريعة مضرة؟ لأنها تحتوي على كميات كبيرة من الدهون الضارة بالصحة، لأنها تحتوي على كميات كبيرة من إيه؟ من الدهون. كيف نحافظ على الطعام من التلف؟ طبعا نحافظ على الطعام من التلف في كذا حاجة. أول حاجة تنظيف الأسطح بشكل جيد، وضع الطعام داخل الثلاجة، تمام؟ النظافة الشخصية، كل ده بيخلينا نحافظ على الطعام، لأن لما أنا غسل طبعا الخضار والفاكهة جيدة، كل ده بيحافظ من التلف. في نفس الوقت لما تكون الأسطح نظيفة ما تكونش فيه بكتيريا ولا فطريات، صح كده؟ ونحط طبعا ايه، نضع الطعام داخل الثلاجه. لماذا يفضل الشراب الطبيعي عن الشراب الصناعي؟ لان الشراب الطبيعي يحتوي على ايه؟ يحتوي على الفيتامينات، اللي يحتوي على الفاكهه التي تحتوي على الفيتامينات التي تقي الجسم الامراض، اما الشراب الصناعي يحتوي على كميه كبيره من السكر والمواد الحافظه الضاره بالصحه. طيب رقم 9، لماذا يفضل إضافة السكر للماء عند إعداد الشراب وهو ساخن؟ لماذا يفضل إضافة السكر للماء عند إعداد الشراب وهو ساخن؟ ليه بحط السكر والمية سخنة؟ تمام، طبعا لسرعة ذوبان السكر، وفي نفس الوقت القضاء على أي بكتيريا. رقم 11، لماذا يتم تسخين الشراب جيدا قبل تصنيعه؟ القضاء على الايه؟ البكتيريا والعفن طبعا. لماذا يعد الالومنيوم مصدر خطر في صناعه الاواني؟ لانه يتفاعل، برافو عليكم، لانه يتفاعل مع ايه؟ مع الاطعمه الحمضيه. لانه يتفاعل مع الاطعمه الحمضيه. ما اهميه الالياف للجسم؟ اهميه الالياف، الالياف مهمه جدا. ليه بقى؟ لو احنا جينا هنا عندنا اهو، لو اتكلمنا هنا عن الجزء اللي احنا خدناه ده، العناصر الغذائيه، وطبعا قلنا ان الالياف مهمه جدا للجسم، طبعا لبناء الايه؟ لبناء الخلايا، لبناء خلايا الجسم، هامه لبناء خلايا الجسم ونمو الجسم. ما أهمية البروتينات؟ طبعا أهمية البروتينات إيه؟ عارفينها كلنا، تمام؟
طبعا البروتونات من العناصر اللي هي مجموعة بناء الجسم طبعا لبناء الخلايا وبناء الجسم والايه والمساعدة على النمو، تساعد الجسم على الايه النمو. اذكر نوعين من الكربوهيدرات. طبعا لو رجعنا طبعا للدرس بتاعنا تاني هنلاقي فيه طبعا نوعين من الكربوهيدرات، في عندنا هو نشويات وسكريات، تمام. في عندنا نوعين من الكربوهيدرات ايه تتمثل الكربوهيدرات في النشويات والسكريات، تمام. النشويات مثل الخبز والمكرونه والارز والبطاطس، والسكريات زي العسل والفواكه والشوكولاته. وبكده نكون خلصنا كل الاسئله، تمام. بنتمنى لكم كل التوفيق، واشوفكم ان شاء الله في المراجعة بتاعة العلوم والساينس ان شاء الله. بتمنى لكم كل التوفيق، وياريت كل الناس تراجع البث ده كويس جدا. مش محتاج تعمل اي حاجة تانية غير ان انت تتفرج على البث ده، خلاص يعني مفيش حاجة تانية تتعمل. ساعة الا تلت اهو زي الفل، مية مية، خلصنا فيها مادة كاملة. ان شاء الله في الاسئلة بتاعة العلوم او الساينس هنحتاج برضو ساعة او ساعة ونص بالكتير، فالدنيا ان شاء الله تبقى كويسة وبسيطة. اتمنى لكم كل التوفيق، ربنا معاكم.